رقم ثلاثة اللي هو معيار دليل الربحية. طبعا معيار دليل الربحية في هذا المعيار بدل ما كنا بنطرح فيه صافي القيمة الحالية بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة، لا بدل عملية الطرح بنقوم دلوقتي بعملية قسمة، فبنقول معيار دليل الربحية بيساوي القيمة الحالية للتدفقات الداخلة تقسيم القيمة الحالية للتدفقات الخارجة. يعني الفرق بينهما بدل عملية الطرح هي عملية قسمة، والحسابات بتاعتنا تقريبا واحدة. يعني عشان نحسب معيار دليل الربحية لازم نحسب في الأساس صافي القيمة الحالية. طيب هنفترض جدلا دلوقتي عشان نفهمه، يعني هو بسيط للغاية، هناخد مثال بسيط. هنقول باستخدام البيانات التمرين السابق بيقول لك احسب معدل او معيار دليل الربحية اذا اعطيتها البيانات التالية للمشروعين مثلا سين وصاد، واختار ايهما افضل. فهرسم دلوقتي يعني جدول مبسط كده على اعتبار ان هو معطيات عندي، هنفترض ان هو معطيات عندي، وبيقول لك اختار اي من المشروعين التاليين. عندنا هنا كمعمود 1 2 3، وعندنا هنا، فبنقول هنا البيان خلاص، وهنا مشروع سين، وهنا مشروع اسمه صاد، والمعطيات المتاحة لدي هنا بنقول هنا القيمة الحالية للتدفقات الداخلة، وهنا القيمة الحالية للتدفقات الخارجة، وبعدين بنقول هنا حساب معيار دليل الربحية. طيب المعطيات بتاعتي هنا السطر هذا والسطر هذا، طبعا انت هتحسب دلوقتي، حضرتك هتحسب معيار دليل الربحية. المعطيات هنا في بالنسبة للقيمة الحالية للتدفقات الداخلة بالنسبة للمشروع مثلا سين كانت عبارة عن 857,000، وفي المشروع صاد كانت 842,000، وبالنسبة للتدفقات الخارجة في المشروع سين كانت 800، وفي المشروع صاد كانت عبارة برضو عن 800. طبعا احنا بنوحد الارقام الخارجة عشان يبقى المعيار انت بتحسب دلوقتي على اساس مسطرة واحدة او معيار واحد. فما نيجي نحسب دلوقتي معيار دليل الربحية، هنقول لو انا دلوقتي حبيت اقسم، هقسم مين على مين؟ اقسم 800 على 857 ولا 857 على 800؟ لا، هقسم 857 على 800، يعني الدخل على الخارجة، الدخلة تقسيم الخارجة وليس الخارجة تقسيم الدخلة، الدخلة تقسيم الخارجة. يبقى 857 على 800 هيعطيني بالآلة الحاسبة على طول 1.7%. طب لما أقسم دلوقتي 842 على 800 هيحسب بالآلة الحاسبة على طول هيديني 1.5%. طب في هذه الحالة أختار 1.7% ولا أختار 1.5%؟ في هذه الحالة بنختار معيار أو يعني دليل الربحية الأعلى اللي هو أعطاني أكبر قيمة اللي هو 1.7% في هذا المثال. طيب يبقى هذا مؤشر بسيط للغاية.